كيف النجوم بلا سماء، كيف الوداع بلا لقاء، كيف الحنين بلا اشتياق، كيف العروق بلا دماء، بلا دماء. كيف النجوم بلا سماء، كيف الوداع بلا لقاء، كيف الدموع بلا عيون، كيف الطيور بلا غصون، كيف الشموع بلا ظلام، كيف العشاق بلا جنون، كيف الشموع بلا ظلام، كيف العشاق بلا جنون. حب يعيش دوما في العراء، يحترق نهارا وليله حرم الضياء، ويل لحب يموت يغرق لا يملك أن يضل، ويل لحب في صحراء قاحلة بلا سماء، كيف الوداع بلا لقاء، كيف الحنين بلا اشتياق، كيف الدموع بلا عيون، كيف الطيور بلا غصون، كيف الشموع بلا ظلام. أهلين. شو وين رايح؟ ما عاد فيني أتحمل شوفوا على الحالة. الله يحمي المال. الحساب 200,000 ليرة. طيب قديش بقي؟ مدفوع 60,000 وبيان 140,000. شو عم تعملي؟ موضوع المصاري ما تحكي فيه ابدا، الله يخليك. يلا خلي جهزوا لي وقت انا جاي. يلا ما بدي يلا. شرف هي 100,000. هي 40. عدل. Thank you.
شو جابك؟ شو جابني؟ وائل طلع من المستشفى. وإذا وائل طلع من المستشفى بتتركيهم وبتجي؟ يا سراء هلا هن بحاجة إليك أكثر من الأول. بنتك تحسنت وصارت قادرة تقوم بطلبات جوزها، بعدين أم وائل عندك. يعني إذا أم وائل عندهم بتتركيهم وبتجي؟ بصراحة حسيت حالي ثقيلة عليهم. بعدين وائل نفسيته تعبانة كثير، إي والله توترت أعصابي. طيب خلص روحي، ما مشكلة. مهم ما تتركيهم، يضلوا حاسين إنه نحن واقفين جنبهم. ليكون ما بدك يعني أرجع. شايفتك مرتاح بدوني. أنا؟ إي كلامك هيك بدل. لك أنا بلاكي ما بسوى شي بهالدنيا. أعمى بدون معين. طفل تايه وماله عرفان طريق بيت أهله. يلا اضحك علي بكلمتين حلوين. من قلبي؟ لا من قلب الكوساية. مرحبا سوسو. أهلين بهم. شو ضبيتي غراضي؟ ضبيتهم خلصت. طب والله بكير، عادي لك معنا يومين ثلاثة. ما عاد اقدر يا الهام، بتعرفي يعني شغلي وبيتي وجوزي كلهم بباريس، ما عاد اقدر طول اكثر من هيك. طب يلا جيبي اغراضك. والله ما في داعي انت تعذبي حالك، خلص انا باخذ تاكسي وبروح. معقول انت؟ خلص قلت له لاحسان انا بدي اوصلك. يلا طيب معلش اتغلظ عليكي بشغلي، بس روح لعند وائل وادعه قبل ما اسافر. على عيني، يلا جيبي اغراضك. اهلين نزار. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، تفضل. مدام اهلين، شلونك؟ الحمد لله على السلامة. تفضل. سلام عليك. رح نعدي لوائل. شو بتحب تشرب؟ لا تعذبي حالي. لا ما في عذاب. اي شيء. قهوة وصل. نزار اجى مشان يطمن عنك. مين؟ نزار؟ شو بده هذا الواطي جاي لعندي؟ جاي يشمت فيني؟ قلعيها برا! قلعيها برا ما تجي هيك! نزار من المال! يا خي! ان شاء الله اهدى شباب! لك انا من المال! لك ما عم تسمعي! عم بقول لك قلعيها برا ما تجي! تعت عيني تحت هون. يعطيك العافية. أهلين وسهلين. شو صار معه؟ والله إذا بدك تبيعها قلي. طيب شو بتسوى على وضع الحالي؟ والله على وضع الحالي بتسوى لها 300-350 ألف. والله قليل كتير. طيب إذا بدنا نصلحها؟ إذا بدك تصلحها بحسب لك يا بشوف. طيب أنا يا اليوم يا بكرة بالكتير بدي لك خبر. ماشي سيدي. يلا يعطيك العافية. أهلين أستاذ وحيد، الله معك. وين الشاي يا ولد؟ يا وائل افتح انا سمية. وائل وائل افتح. يا وائل افتح انا سمية. وائل بيطول بالك الله يخليك. أنا مسافرة جاي ودعك. بدك تسافري وتتركيني؟ بعرف إني صرت مشكلة، وجودي كلياته مشكلة. واحد أعمى ما حدا بده إياه،
حبيبي ليش هيك عم تحكي؟ بدك تروحي على باريس؟ والله مضطر، بس بوعدك رح حاول اني ارجع بأقرب وقت ممكن. كان لازم هلا انا اكون بباريس. شاعر طالع على باريس عم يشوف شوارع باريس وألوان باريس. ليش بدك تؤذيني؟ لأنك أخي وبحبك، لأنه ما لي حدا بالدنيا غيرك. مشان الله يا مايل، مشان الله تحمل هالأزمة اطلع منها. أنا بوعدك إنه ما حدا منا يتركك، كلياتنا رح نكون معك والله. والله ما بعرف إذا كان عم ينتقم من حاله ولا عم ينتقم مني. كأنك ما بتعرفي لوائل. هلأ رح يصيروا كل الناس أعداء، واحد بيموت بالشهرة وبالأضواء وهلأ ماله حسنان يشوف بصيص ضوء. شو رأيك كيف بيكون وضعه؟ والله ما بعرف يا إلهام، أصلاً عشو كنت حاببتي من قبل ما عم بفهم. على أساس تجوزت أحسن منه يعني؟ يلا تقوليني أنا لازم روح. عزبتك معي حالك. خلص أكيد، وأنت كمان ديري بالك حالك. احكي مع وائل إن شاء الله. يلا باي. الله معك. أهلين وائل. وينك مالك مبين؟ خير صاير لك شي؟ مرضان؟ تعبان؟ ليش ما عم نشوفك؟ هلأ وائل بأمس الحاجة إلك. وائل ما بعرف شو بدي أقول لك. يعني الحقيقة أنا ما قدرت أتحمل الصدمة. لحد هلأ أنا مذهول وما لي عم صدق. لا صدق، صدقوا كلكم. وائل صار أعمى، يعني ما عاد يقدر يشوف لوحاتكم ولا عاد يقدر يمدح. شفتي لوائل؟ وصلت لقيت سمية ناطرتني بالشارع. يا ريتك شايفتي، بركي لازمون شي. ليش من امتى مسمح لي شوفه لوائل؟ انا مشان ام وائل، لانه وائل اذا مات ما بيستاهل الا. ليش كلها لاقت على وائل؟ معقول تشك فيني بعد كل هالسنين؟ قول لهلا عندك عقدة وائل كأني خنتك ورحت لعنده. ما في غير حل واحد، يا اما اموت انا او يموت وائل. على هالحالة ما رح نطول اكثر من هيك. الو. أهلين رجائي، وينك مالك مبين؟ مو هيك العجم فيك؟ معقول؟ وائل قاعد جوا بأوضته. يلا لحظة، هلأ بخلي وفاء تحكي معك. لحظة وفاء. شو مدامي؟ احكي مع رجائي. الو اهلي الرجائي. والله يا ريت بتكون فضلت علينا. ايه خلص، ايه هلا هلا فورا بخبره. ماشي ايه يلا. هاي مرت عمي معك، احكي معي. الو ايه رجائي شلون؟ شو بنا رجعنا نشرب؟ والله لهلا ما عم بقدر صدق، كيف ممكن واحد يصير اعمى فجأة؟
خاصة إذا كان شايف حاله مثل وائل رفيقك. فيك تخيلي كيف ممكن تصير حياته؟ يعني أنا برأيي أحسن له، بعدين بلا له هالشوفات وهزات البدا. إن شاء الله فوتي تضربي شو بتفهمي. اتصل رجائي وقال جاي ياضة في مشوار مشان تغير جو، يلا قوم. وفاء الله يخليكي، ماني طايق اقعد مع حدا ولا لي طايق اطلع برات البيت. طب يعني عجبتك قعدتك هيك؟ يلا قوم الله يخليك، طب كرمالي. قوم يلا. خليها انت ووفاء قاعدين. إذا بتحبوا نبيع السيارة على حالة فبتسوى 300,000، وإذا بدكم نصلحها وبعدين منبيعها. طيب شركة التأمين شو قالت؟ ما تاكليهم، أنتم ما عليكم حق. بالضبط اللي مكتوب الشوفير تجاوز الإشارة وهي حمراء، وفي شهود معنا بيشهدوا، بس أنتم لازم يعني تحسموا الموضوع. ما بعرف، هي صاحبة العلاقة. إذا بدك سؤال وائل. والله العظيم حيرتوني. وحيد، وائل ما له حدا غيرك. عن إذنكم. خالي والله حرام، يعني كتير عم تقسي عليها. هي ما لزم. والله بعرف إنه ما لزم، بس الظاهر بس توقع لمصيبة. البني آدم ما بيعود عنده عقل يفكر. بس هي أكتر واحدة رح تتعب مع وائل. يعني كلياتنا مروا على بيوتنا وبتضل هي لحالة معه. أنا وياك أكتر اثنين بنعرف إنه مزاجه صعب. الله يساعدنا ويساعد على المصيبة. يا حبيبي يا حبيبي تعرف هاي الغنية بذكر برفيقي وائل؟ كنا ندرس بكالوريا سوا عندهم بالبيت، كانت أمه تعلمنا عربي. يا لطيف شو قبلنا فيها مقالب. يا لطيف أيام عم تمضي عم نكبر بسرعة عندهم. شو بالك؟ شو قصتك؟ مالك طبيعي؟ كيف بدي يكون طبيعي يعني؟ ازاي اخلاقي وضايق نفسي؟ مو هذا وائل السالم؟ ايه والله هذا هو. ايه مسلم عليك. كيفك استاذ وائل؟ ما تذكرتني؟ مين انت؟ عفوا مو وائل السالم الشاعر؟ لا غلطان عيني، مو انا. آسف شبهت عليك. ليش هيك قلت له؟ مشان الله رجائي، ما بدي حدا يعرفني ولا أعرف حدا. خلص. تعرف وحيد، أنا صرت بأمن لك كتير وما عادت خايفة منك. إيه بس أنا بيهمني تحبيني أكتر ما تأمنيلي. بحبك كمان. يلي بحب رفقاته بهي الطريقة بيسوى نأمن له حتى لو كان ملعون. الله يسامحك أنا ملعون. على كل الأحوال أنا بعتذر، كل مشوار ثقيل شوي وأنا كنت جريء شوي. لا 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 بالعكس، أنا انبسطت كتير. صلي زمان ما شفت حدا بيحكي عن الحب والصداقة بهي الروعة. فهمت علي وائل؟
يعني لا انت اول واحد صابته محنة ولا اخر واحد. سهل الحكي عن المحنة والمصيبة وقت اللي ما بتكون صايبتنا. يعني لازم تحول مصيبتك لأبداء مثل أبو العلاء المحري مثل طه حسين. يعني وائل هاي فرصة لا تفوتها. أبو العلاء المحري مع الأسف هدول الناس اللي عم تحكي عنهم ولدهم يعني إحساسهم باللون مختلف تماماً عن واحد عمي فجأة. مشان هيك رجاي الله يخليك لا بقى تفتح لي هيك سيار لا أنت ولا غيرك لأنه ما عاد أحسن أتحمل حدا. وائل شباب شو صار لك؟ انت ما عم تفهم علي، ما عم تفهم علي رجائي، ولا حدا اصلا حيفهم علي بكل الدنيا. خلينا نقوم، انا حاسس حالي مخنوق الله يخليك. بس دقيقه بدي اروح على الحمام. مرحبا. اهلا وسهلا. الشاب اللي كان قاعد هنيك شفته شيء؟ العمر؟ ايوه. هلا طلع من شوي دلناه على الباب. طيب. شكرا. وين يا اخ؟ ما تواخذني، ما انتبهت لك. لا تبع النظر، انا ما بشوف. ممكن توقف لي تاكسي؟ على عيني. صلي 10 دقايق ماشي فيك، ما قلت لي لوين. وين صرنا؟ نحن بصحة الأمور. بتعرفها؟ إي نعم سيدي بعرفها. طيب دخيل عينك، ممكن تاخذني على سوق الحميدية؟ أنا لأقول لك خذني على قهوة الحجاز. على عينك. مرحبا وفاء. اهلين رجائي. وائل وصل؟ شو وصل لش؟ هو مو معك؟ ما كنت انا وياه عم نشرب قهوه، فتت غسلت ايدي دقيقتين وطلعت ما لقيته. شو يعني ما لقيته؟ وين بده يكون؟ فتلت البلد عليه ما كنت لاقيه. طب ليكي مجرد ما يصل لعندكم على البيت فورا خبريني. مع السلامه. شو القصه وفاء؟ رجائي عم يقول انه وائل فجاه اختفى. اختفى؟ وصلنا أستاذ. قديش بتريد؟ 120. قديش هاي؟
500 جري. معلش معلش ما بدي شيء، بس ممكن بعد اذنك تساعدني فوت على القهوة؟ تكرم عينك استاذ. Hasn't worked as a deterrent. I say we expand execution to include lesser crimes. My fellow judges, I was barely in my teens when I put on this badge. When the time comes for me to take it off, please let me do so. Knowing that it still stands for. سأل لبلش الجريمة. إذا ناساني فوتي نامي. الو هنخدم وين؟ شو؟ شلون ضايع؟ يلا يلا جاي جاي انا. اهلين. هذا الطلب الرابع. قديش حسابك؟ 100 ليره. قديش باقي لي؟ ولا شيء، اعطيتني 100 شوفها. كتر خيرك. شرفتنا استاذ. حدا زعجه بشي؟ والله هو اللي زعج الكل. معلش معلش طبيعي بهي الفترة يزعج الكل. وفاء لازم نتحمل. ايه ما قلت شي. وحيد تعال شوي على وسطك. لا معلش خليكم خدوا راحتكم. يا خالي والله العظيم هذا الحكي ما بصير. على مالك على المخلوقة شوي. لازم تعرف حضرتها انه وائل هلا مكسور وما حدا سائل عنه إن مات ولا عاش. أول شيء انسي أفكارك السوداء هاي. وفاء بتضل مرته ورجائي رفيق عمره وكل اللي بيحبوه رح يوقفوا جنبه. مو هذا المهم، المهم هو يوقف جنب حاله. الله يخليك دور عليه. نحن بلاك ما بنقدر نعمل شيء. خايفة لا سمح الله تكون ضاربت سيارة ولا بعيد الشر. شو الحكايات؟ أهم شيء أنت تبطلي شك بوفاء. بالأخير هي مرته. يا جماعة والله العظيم حاسسكم عم تحملوا المسؤولية. خلص أنا إذا صار معي شيء بخبركم. رايح أدور عليه. حضرتك مانك من الشام؟ بلا من الشام. طيب ما تروح تنام بالبيت؟ صار لي شهرين نايم بالبيت. حلي اطلع. دخلك وين بلاقي العميان؟ عم تدور على العميان؟ الواحد بدور على الناس اللي بتشبهه. والله ما بعرف. جيب لك شيء؟ لا لا كتر خيرك شكرا. ممكن اطلب منك طلب؟ تفضل. دلني على الجامعة الأموي. أمرك. تفضل.
سوق الحمدية قدامك. كتر خيرك. مالك شايف؟ الله لا يعمينا قلب. ها؟ هذا انت؟ جيت والله جابك. الا لقاسم الله يسامحه. هيك بيبيعني راديو قلبه فاضي وما بيشتغل. مين قاسم؟ رفيقك الأعمى. ولا انت مالك من جماعة الجامع؟ شفتك معه مرة. ومين حضرتك بلا صغرة؟ أنا الزبالة أبو طارق. إيه بأمرك أبو طارق، بأمرك. الله يخليك يا أخ أبو طارق، بتعرف لي شي أوتيل رخيص قريب من هون؟ أنت غريب؟ أي نعم، أنا من برات الشام. وبلا مؤاخذة معك مصاري تنام بأوتيل؟ معي. إيه شو عليه؟ تفضل، شرف معي، انطرني هون لوصلك على السنجق دار. شرف عمي. يا الله. كتر خيرك. أيوة. وخيرك عمي. تركت مشفى ودا قسم شرطة اللي دورت عليه. سيارتي درت فيها الشام مرتين. الله يعطيك العافية، عذبناك معه. لا بتيجي تفكري بالموضوع ولا تركيهم، ما بتحسي إلا فات عليك. وقالوا محبينه كتار. هذا وقت اللي كان بصحته، بس هلأ بعد ما فقد بصره ما بعتقد. كم يوم بدك تبعنا؟ يوم واحد. 500 ليرة والهوية إذا سمحت. شكرا. تفضل. شكرا. يا سائر. يا سائر. أيوة. وصلوا على غرفته إذا سمحت. تفضل. بدك شي حجي؟ لا لا شكرا. Thank you.
ما عندي كل يوم إجازة إدارية، ممكن تدمي إجازة بلا راتب. طيب شكرا. والله الشاب باين وظريف وحلو ما هي؟ والله ما في شغل، روحي معه. شو؟ شو هالزبون التحفة هاد؟ بدي يزلني ب 500 ليرة؟ هلا بس يجي أبو خليل بشوف. شو؟ السوسو لهلا ما رجعت؟ إيه راحت على التلف. الله بيعلم إمتى بترجع، قال بده يتزوجها صاحبها. كذابة، بدها تغيظنا بس. هذا اللي ناقصنا عميا. شرفتي انزعج عرف لي واحد ببيع خيزرانات للناس اللي ما بتشوف؟ ايه هون على الطريق، هلا انا ماشي بدليك معي باخذك على الطريق. شد. هنجيبتنا خيزرانة للشاب عكازة. خطا منيحة هاي عمو. شوفها في من هاي هيك بسطون، في من هاي هاي سوسي للعميان. خلص كل العميان بياخذوا من عندي. من هاي منيحة يفتكر هذا. قديش بتريد؟ هاي 200 ليرة عمو. قديش بتريد؟ شرف حجي معوضين عمو. شكرا. مع السلامة. تسلم. اهلين. كيف شو بعد في والله العظيم حاسه روحي رح تطلع. الو. اهلين مسيو. بدنا نطمن على صحة مسيو وائل اذا في امكانية نزوره. اي والله اهلا وسهلا، بس وائل مسافر كم يوم هلا. يعني طالع رحلة استجمام بده يريح اعصابه. طيب ماشي، اكيد بس يرجع رح خبره. اهلين مع السلامه. باي باي. ليش ما بتكون العالم تعرف ان وائل ضايع؟ Thank you.
النجوم بلا سماء، كيف الوداع بلا لقاء، كيف الحنين بلا اشتياق، كيف العروق بلا دماء، بلا دماء، كيف النجوم بلا سماء، الحنين بلا اشتياق.